السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم عن الـ Emergency and الـ Palliative Radiotherapy. هنتكلم يعني عن حالات الطوارئ والحالات الـ Palliative بنحتاجها في الـ Radiotherapy. معكم الدكتور محمد علي مرسي، فيزيائي طب علاج إشعاعي من جمهورية مصر العربية. Introduction. طبعا امتى نقول ان الراديو ثيرابي انديكيتد للامرجنسي او الباليتيف؟ الاول لازم نعرف تعريف ايه هو الامرجنسي راديو ثيرابي وايه هو الارجنت باليتيف راديو ثيرابي. قال لك الامرجنسي راديو ثيرابي بيقول لك شود بي جيفن، يجب ان يؤخذ خلال 24 ساعه من التشخيص. وطبعا اشهر الحالات اللي بتكون امرجنسي هي السباينال كورد اي كومبريشن. اما للارجنت باليتيف راديو ثيرابي قال لك بتعالج الاعراض اللي بتكون مصاحبه لبعض البرايمري ديزيز، لبعض والميتاستس، وشود بي جيفن از سون از بوسبل، يعني يجب ان تؤخذ ايه في اقرب وقت، يعني زي حالات الهولبرين، حالات البون ميتس. قال لك ان السيت اب بتاعها والبلاننج بتاعها لازم يكون از سيمبل از بوسبل، يكون سهل وبسيط. المريض يعني اغلبنا شاف مرضى الامرجنسي او الباليتيف، لغالب البرفورمانس بتاعهم بيكون في مشكله. يعني مريض دي مثلا تلاقيه داخل عنده الم شديد مثلا في البون بتاع نتيجه البون، عمال يصرخ مش قادر يرفع مثلا ايديه، ولا عارف يرفع رجليه، ولا عارف مثلا ينام. فانت مش معقوله يعني جاي تعالجه هتدي له مثلا 5 6 فلدات، يعني وفي الاخر هي حاله باليتيف. يعني حتى في السيت اب بتاعه يعني ممكن تستخدم مثلا، بدل ما تستخدم مثلا فيكسيشن سيستم، ني سبورت، ولا حاجات اللي هي محتاجه شيل وحط، ممكن تحطه على كاشن مرتبه بحيث يبقى الموضوع سهل عليه في الشيل والحط، يعني زي ما بنقول كده. يعني حتى بنيجي في الفيزياء دايما تدي اسهل حاجه بحيث تقدر البلان يتاخد تخلصه بسرعه كفيزياء، والفني على الجهاز او المريض على الجهاز او الفني يدي الجلسه برضه بسرعه، والفني ما يقعدش المريض ما يقعدش وقت طويل على الجهاز، عشان هو بيتألم. تمام. يعني الحالات زي مثلا فعلا زي حالات الكورد كومبريشن او البون ميتس، طبعا المريض بيكون بيصوت يعني، فاحنا بنحاول نقلله. طبعا بعد يعني بعد جلستين ثلاثه من الراديو ثيرابي بيبتدي يهدى يعني، فلازم احنا ناخد في الاعتبار البرفورمانس بتاع المريض، وان البلان بتاعنا يكون as simple as possible للامرجنس والباليتيف تريتمنت. لو جينا الباليتيف تريتمنت قال لك بيكون محتاج ماتش سكيلز از ريديكال تريتمنت، لو احنا هنستخدمه كريديكال بقى تريتمنت يبقى محتاج ماتش ايه سكيلز، سواء من الطبيب او الفيزيائي او الفني. المثلث ده كله لازم يكون الناس تكون اكسبيرينس وعارفه تتعامل ازاي وبتعمل ايه. وقال لك لو احنا بنستخدم الباليت في تريتمنت ك از ريديكال تريتمنت، قال لك مهم جدا اكوريت ديفينيشن للتيومر بتاعنا اللي هي بتعمل الاعراض، بيكون مهم جدا انك انت تعرف التيومر بتاعك بدقه. ليه؟ قالك عشان السايد افكت الناتجه من التيومر ده احنا نقللها برضو، عشان يبقى الاوفر اول بنفيت اوف تو ذا بيشنت، عشان المريض ياخد بنفيتس من التريتمنت. يعني على سبيل المثال يعني دايما الحالات اللي هي بتكون في اللمبر مثلا او منطقه الهيب او في البون مثلا، ففي دايما مشكلتنا في السمول باول. فالسمول باول المريض ممكن بعد جلسه جلسين يبتدي يكون عنده دايريه، يجيله اسهال يعني، والاسهال مش بتجاوب مع الادويه العاديه يعني. فاحنا كفيزيائي وانت شغال لازم تاخذ في الاعتبار، انت بتعالجه سواء بالياتيف بقى والكلام ده كله، بس لازم تاخذ في الاعتبار برضو انك تحافظ على الاورجن ات ريسك بتاعته، انك انت تقلل على قد ما تقدر، علشان برضو زي ما نقول كده ياخد البنفيتس من العلاج، وفي نفس الوقت ما يكونش عنده مشاكل تانية. لو جينا بقى للسباينال كورد كومبريشن، قال لك ده الوحيد اللي احنا نقدر نسميه ميديكال امرجنسي. قال لك السباينال ريس كومبريست، يعني السباينال مضغوط من الغضاريف او الموجوده في الفرتبرا بتاعتنا او الفرتبرا نفسها ضغط عليه، فالمريض نايم على ظهره مش قادر يحرك رجليه ولا ايديه، وفي الم شديد
فالمريض بيكون ده emergence، لازم ياخد على المكان ده عشان المنطقة دي تفك. فقال لك الموست كوملي، الأشهر الحالات اللي بتكون موجودة خلال السباينال كورد كومبريشن، قال لك الميتاستيك تيومر انفولفد ذا فيرتيبرا، الفيرتيبرا بتاعتنا فيها ميتاستيك، فيها انتشار، والانتشار ده خلق فيه ورم، الورم ده بدأ يضغط على النيرف وبدأ يضغط على الكورد نفسه. قال لك الأقل بقى، قال لك البناين، الحالات اللي بتكون بناين بتسبب ناتجة من الكسر بتاع الفرتبرا، أو في خراج، أو في عنده ديسك ماشي، فده برضو بيكون بيسبب السباينال ايه كورد كومبريشن. تمام. قال لك الميتاستيك سباينال كورد كومبريشن بيحصل تقريبا 5% للمرضى اللي هم موست كومنلي البرايمري بتاعهم بيكون لانك، بروستات، بريست، كيدني، ثايرويد، اندوز ليمفوما، والمليوما، المالتيبل مليوما. قال لك المرضى اللي هم مش بيتعالجوا من السباينال ميتاستيك سباينال كورد كومبريشن، في الغالب لو مريض ما عملوش الامرجنسي، الميديكال امرجنسي ده، بيتوفى خلال شهر. اما لو هو بقى فيه ميديكال في امرجنسي تريتمنت، قال لك الميديان اوفر اول سرفايفل بتاعته هتكون من رينج من 3 ل 16 شهر، يعني هيعيش من، يعني العمر بتاعه ممكن يطول شويه من 3 شهور لغايه تقريبا سنه ايه ونص. الانفستيجيشن بتاعته ازاي نقدر نعمل نعرف ان هو عنده كورد، اشهر حاجه اللي هو الامرجنسي اللي هو الرنين الايه المغناطيسي للهول سباين. تمام. ده اللي هيقدر يحدد لنا ان هو كان عنده ولا لا. يعني زي ما احنا شايفين دي صورة رنين، هنلاقي ان في التي 1 هنا في الجزء هنا اهو في ضغط على الكورد، وفي التي 9 في ضغط برضو هنا ايه على الكورد. قال لك الدايجنوسس اوف، خلاص احنا الدايجنوس بتاعنا خلاص may be already unknown، معروف، ولكن لو هو مش معروف يبقى نعرف الـ good history and general examination should be undertaken to search for the primary tumor. تمام. يعني احنا خلاص احنا عارفين ان هو عنده malignancy معروف خلاص، ولو احنا مش عارفين لازم نعرف الـ history بتاع المريض، ويكون في الدكتور يعمل له examination ونعرف البريماري تيومر بتاعه اللي سبب المشكلة دي. طبعا هو الطبيب يمكن يعرف الموضوع، وساعات الزملاء الفنيين فان ما يكون عنده خبرة كبيرة وهو بيحط المريض على السي تي سيميليتور، الفن يمكن يقول لك لا هي عنده كذا. فطبعا بيكون مهم جدا ما يكون شغال معاك فني يكون واحد خبرة وواحد بيفهم. يعني قال لك الانفستيجيشن such as a chest x-ray و CT chest والابدومين والبلفز والتيومر ماركر اكستمينيشن بيوبسي، تاخد بيوبسي والفاين نيدل اسبيريشن should be performed. كلها دي كلها برضو بتساعد في الانفستيجيشن بتاعتنا عشان نعرف عندنا سباينال كورد ايه كومبريشن. لو اتكلمنا بقى على السي تي سيميوليتور بتاعنا والداتا اكسيشن بتاعته، قال لك التريتمنت شود بي بلاند يوزنج السي تي سكانر او سي تي سيميوليتور فور فيرتشوال سيميوليشن. قال لك كل الانفورميشن الكلينيكال اكزامينيشن بتاعتنا اللي احنا خدناه مثلا من السي تي سيميوليشن بتاعنا بلس الرنين اللي احنا خدناه عشان الاولاني بتاع الدايجنوسيس، بيقول لك ده كله بيستخدم عشان نعمل تارجت فوليوم، عشان نرسم التارجت فوليوم بتاع المريض. بالنسبه لنا بيكون ليه وضعين، وضع برون ووضع ايه سباين بوزيشن. الوضع البرون اللي هو وده بيكون ليه مميزات وده بيكون ليه مميزات. قال لك البرون بوزيشن بتاعنا بيكون ميزه ان المريض لو نايم على بطنه خلاص انت هتدي دايركت بوستيريور بيم. ليه؟ قال لك عشان اول حاجه تو افويد الانكريز السكين دوس فروم ذا تريتمنت ثرو كاوتش توب. يعني المريض لو نايم على ظهره هتدي اندر كاوتش، الاندر كاوتش يعني بيكون ممكن يحصل رياكشن نتيجه الكاوتش توب بتاعتنا. فبالتالي هو بيقول لك لو انت اديت برون بوزيشن هتبقى تدي فيلد بوستيرور، وده هيقلل السكين دوز ايه بتاعتنا. ومع ذلك قال لك السباين بوزيشن ليه ميزه تانيه ان هو اي نعم هتدي اندر كاوتش ولكن اسهل واريح للمريض. فعلا هو بيكون سهل لينا انك المريض نايم على ظهره وخلاص، يعني ومريح للمريض، غير مثلا المريض بينام على بطنه يبقى مشكلة نفس قاعدة مش مريحة. يعني طبعا احنا بنحط ريفرنس للتو عشان نحدد الايسو سنتر بتاعنا.
طبعا واحد انتيرو واتنين ايه لاترال. التارجت فوليوم ديفينيشن احنا قلنا احنا استعنا بالرنين، وعندنا دلوقتي سي تي سيميليتور، السي تي اللي واخدينه من السي تي سيميليتور. اول حاجه بنعمل الجي تي في بتاعنا اللي هو بيقول لك بيكون بيحتوي على الفيرتبرا والسوفت تيشو تيومر as seen as on CT's planning والاسكان والدياجنوستيك رنين. بعد كده طبعا عارفين بعد الجي تي في بيكون عندنا طلع او نعمل السي تي في بتاعنا اللي هو بيكون انكلودنج السباينال كانال، وبقول لك الوايتس اوف ذا فيرتبرا اند وان فيرتبرا اباف اند بلو، يعني انت فوق الفيرتبرا اللي هي فيها المصابه الافكتد دي اللي فيها المشكله بترسم فيرتبرا فوق وفيرتبرا ايه تحت لو انت ايه عندك رنين بيزد اون رنين. لكن لو انت مش عندك الرنين فبيقول لك ترسم تو فيرتبرا اباف اند بلو اف يو بيست السكان بلم بتاعك على اساس السي تي اي سيموليتور بتاعك ماشي، عشان ياخد في الاعتبار الانسرتينتي اباوت ذا اكستنت اوف ذا مايكروسكوبيك اي ديسيز. طبعا احنا بنضيف 1 سنتي مارجن للسي تي في عشان يبقى عندنا ايه بي تي في، عشان دي الانسرتينتي بتاعت البوزيشن بتاع ايه المريض. طبعا دوس بيرفراكشن بتاعتنا يعني اشهر دوس بيرفراكشن بالنسبه للسؤال عموما الباليت في الامرجنسي، يا اما 20 جري على 5 جلسات والجلسه يكون فيها 4 جري، او 30 جلسه على 10 جلسات والجلسه يكون 3 جري، واحد بيتاخد خلال اسبوع وواحد تاني بيتاخد خلال ايه اسبوعين. في دكاتره بتفضل يعني هي مدارس يعني في مريض او ساعات المريض ما يكونش معاه مثلا قيمه ال10 جلسات فيقول لك ممكن تديله على 5 جلسات يعني، فده تنفع وده ينفع برضه. طبعا بيكون ليها برضه كلينيكال كونسنتريشن يعني، بس مش هخش في التفاصيل بتاعتها يعني. تاني حاجه ممكن تدي سنجل شوت يعني جلسه واحده 8 جراي لو عندك خلاص في تشخيص ضعيف وعندك البرفورمانس بتاعت المريض ايه ضعيف، المريض يعني يكاد يكون مثلا فاقد الوعي يعني خلاص بيهزو، المريض الالم شديد في حاله متاخره بنحاول بس نظبط له الايام الفاضله له يعني نقلل الالم عنده. فساعات السنجل دوز ده بتاخد مره واحده بيكون ب 8 ايه جرام. لو جينا على الدوس سوليوشن او الدوس كالكوليشن بتاعتنا زي ما قلنا يمكن تدي سيمبل سنجل بيم للكونفورمال تكنيكس كان بيوزد، ويكون الطاقه بتاعته دايركت 6 مليون الكترون فولت، وممكن تستخدم اوبزنج ايه بيمز في بعض الحالات ايه بي وبي ايه عشان تظبط الهوت سبوت بتاعتك والدوز ايه هوموجينيتي. تمام. طيب لو السباينال كورد كومبريشن ده كوز باي برايمري تيومر يعني بجانب الضغط بتاع اللي بيحصل على الكورد ده هو اصلا في برايمري تيومر، وان المريض راديكال راديو ثيرابي يعني انديكيتد للراديو ثيرابي يعني هو المريض عنده ورم والورم برضو في مسبب ضغط على الحبل الشوكي. في الحاله دي يمكن نستخدم عشان نظبط الدوز هوموجينيتي بتاعتنا والدوز ديستريبيوشن هوموجينيتي بتاعتنا يمكن نستخدم اي ام ار تي او ويدجت بوستيرور اوبليك اي بيم زي ما موجود عندنا كده عشان يعني ايه ما يكونش عندنا اكزيت جامد، ونظبط ال 90 وال 95 بتاعتنا ونقلل الهوت سبوت بتاعتنا. فقال لك ممكن يبقى البلم بتاعك اي ام ار تي تظبط الدوز هوموجينيتي بتاعتك، وممكن تستخدم بقى ايه بلان 3 دي عادي 2 اوبليك ونستخدم معاهم ايه ويدج زي ما هو موجود في الصوره هنا. نيجي للحالات الحاله الثانيه نقدر نستخدم فيها الباليتيف راديو ثيرابي، قال لك حالات السوبيريور فينا كاف ابستراكشن. السوبيريور فينا كاف ابستراكشن هو انسداد الوريد الاجوف العلوي، قال لك 90% من الحالات اللي بتسبب الانسداد ده بيكون مليجنانت كوز يعني بيكون بسبب اورام سرطانيه خبيثه، رغم ان هو انكومن للمرضى اللي عندهم لانج كانسر، ولكن موست كومن للمرضى اللي عندهم سمول سيل اند نون سمول سيل لانج كانسر. بجانب السمول سيل والنون سمول سيل لانج كانسر عندنا الامراض ممكن زي الليمفوما والميتاستاتيك فروم الميزوسيليوما والسيموما والاورام الناتجه عن انتشار الميديا سنانا الليمف نود. قال لك الانسداد ده بينتج من خلال ان الورم بتاعنا موجود في الرايت مين اور الابر لوب برونكس او اللارج فوليوم ميديا ستاينال ليمفودينوبسي
قال لك بقى بيكون الكلينيكال فيتشرز بتاعتنا بيكون بيسبب ايه بقى الانسداد ده. قال لك ان الرقبه بتاعت المريض بتورم، احد الدراعات بتاعته الاذرع بتاعته واحد بينهم او الاثنين مع بعض بيحصل لهم سويلنج، بيحصل لهم انتفاخ، مش قادر ياخد نفسه، عنده صوت هورس، صوته زي صوت الحصان كده، وعنده ايه صداع. لو اتكلمنا على الانديكيشن فور ريديو سيربي، قال لك ان السوبر فينا كاف ابستراكشن ريديو سيربي ما بيعتبرش ريديو سيربي امرجنسي، ولكن يعتبر ارجنت اكشن عشان نقدر نمنع بيه الاير واي ابستراكشن فروم اللارينجال، ان هو نمنع ان يحصل اختناق لمنطقه الحنجره او يحصل اديمه في منطقه القصبات الهوائيه او كوما فروم السيريبال اديمه او يحصل له كوما. طيب لو اتكلمنا على الداتا اكوزيشن، هنتكلم ان السي تي سكان بتاعنا، هناخد السلايد بتاع السي تي بتاعنا من 3 ل 5 مللي، هيبدا من اللور نيك بتاعنا لغايه منطقه الحجاب الحاجز، بنستخدم فيه هيدن دينك ايه ماسك. المريض هينام لي فلات، هينام على الكاوتش بتاعت السي تي سيميليتور، وهنستخدم ويفضل يعني يفضل احنا هنستخدم ريسبيراتوري كومبرومايز اثناء الايه التصوير والتريتمنت ايه بتاعنا. هنيجي لو اتكلمنا على التارجت فوليوم ديفينيشن، دايما في اغلب الحالات دايما يعني بجانب السي تي سيميليتور او سي تي سكان او السي تي اللي احنا بناخده من السي تي سيميليتور، دايما بيكون عندنا صور رنين. رنين مهم جدا عشان يعرف بشكل ايه دقيق. فبجانب السي تي هنحتاج ايه رنين؟ فقال لك هنا الجي تي في بتاعنا، هو بيقول لك هنا لو انت مثلا في بعض، لو احنا الاوبشن الرنين مش موجود يمكن المريض يتصور بكونترست عشان ينور الأوردة بتاعتنا والشرايين بتاعتنا هتلاقيها منورة كده في السي تي بتاعنا، وبالتالي بيكون بيدي دقة أثناء تحديد الجي تي في وبعد كده السي تي في بتاعنا. فقال لك إن الجي تي في بتاعنا ديفايند من خلال الكونتراست انهانسد سي تي سكان، تمام. وبعد كده السي تي في بتاعنا بيكون حوالين الجي تي في بمارجن، تمام. وبعد السي تي في بيكون في مارجن من 1-2 سم عشان نرسم البي تي في ايه بتاعنا. بيقول لك ان المارجن اللي احنا بنضيفه للبي تي في بتاعنا بيكون موديفايد تو سبير نورمال لانج تيشو اوف ايه بوسبل، يعني احنا ما نحاولش نخش مارجن كبير قوي داخل عشان نقلل الدوز اللي هتوصل ايه لللانج. الدوز بير فراكشن دايما اغلب زي ما قلنا اغلب حالات الباليتيف كلها بيكون يا اما المريض بياخد 20 جراي على 5 جلسات، يعني بياخد اصبع واحد وفي الجلسة بياخد 4 جراي، او المريض بياخد الجلسات بتاعته على اسبوعين من خلال 30 جلسة على 10 جلسات، والجلسة واحدة بيكون فيها ايه 30 جراي. لو جينا للفيزياء بتاعتنا والدوس كالكوليشن بتاعتنا، هو بيكون عبارة عن 3D conformal planning، بنعالج بيه البي تي في بتاعنا ونقلل ان احنا نوصل جرعة عالية لللنج بتاعنا والايه والسباينال كورد ايه بتاعنا. هو احنا عندنا هنا هيكون فيه، لو احنا عندنا اي بي بي ايه في الغالب احنا هنعالج المريض كده انتيريور بوستيريور بيم، وهنستخدم ام بي سي علشان ايه نعمل شيب للبي تي في بتاعنا وفي نفس الوقت نقلل الدوز اللي هتوصل للاورجن اتريس. فاحنا هنا يعتبر فيه تو اورجن اتريس، عندنا اللنج بتاعتنا والسباينال كورد. بس احنا لو ادينا 30 فراكشن 30 جري مثلا على 3 جري برضو، يعني اعتقد يعني هتبقى اللنج بتاعتنا والسباينال كورد بتاعنا برضو ان شاء الله يعني في التولرنس بتاعهم يعني. طبعا لو جينا لنوع تاني من انواع الباليتيف ريسيرف هو البون ميتاستس، وده اشهر من برضه اللي احنا كنا اتكلمنا على الاول. لو احنا اتكلمنا على الانديكيشن بتاعته فور ريسيرابي، قال لك البين فروم بون ميتاستس كان بي successfully treated by radiotherapy with good relief in من 80% من الحالات. The most common tumor اللي بيحصل لها bone metastasis بيكون ناتجة من حالات البروستيت breast lung cancer. وبقول لك ممكن يحصل bone metastasis من ال primary tumor A site. قال لك عشان نعمل assignment لل metastatic bone، فبيكون من خلال يا اما من خلال ال وده اشهرهم طبعا، لما نعمل جاما كاميرا او نعمل ايه بيت سي تي. وممكن برضو الرنين نستخدمه لو يدينا برضو يمكن يساعد في التشخيص، بس اشهر الحالات او اشهر الحاجات اللي هتدينا accurate definition للفوليوم بتاعنا هو البيت سي تي او الجاما ايه كاميرا.
داتا اكوزيشن بتاعتنا نفس الفكره برضو في السي تي سيميليتور. المريض بينام ومستخدمه الفيرشوال سي تي بتاعنا، زي ما قلنا بيكون مهم جدا برضو المريض يكون معاه رنين والبيت سي تي زي ما قلنا، عشان يبقى نقدر نحدد ادوات التثبيت من المريض بتختلف من مريض لمريض، لان البون ميتس بتاعنا مكانها مش ثابت يعني، فحسب مكان البون بتاعتنا اللي فيها المشكله نقدر نحدد الفيكسيشن سيستم بتاعتنا. بس زي ما قلنا لازم يكون الحاجه البلان سيمبل، قصدي التصوير بتاعنا سيمبل يعني، مش لازم يبقى الموضوع صعب على المريض وعلى الفني والكلام ده كله. زي ما احنا شايفين حتى في الصورة دي المريض يعني مجرد نايم ومفيش اي فيكسيشن سيستم ايه عليه. قال لك الموست سايت كان بي تريتد وذ ذا بيشنت، قال لك السباين واكسبت الفيرتيبرا ليجن واتش ار ايدلي تريتد وذ ذا بيشنت ايه برون. يعني اشهر الاوضاع التصوير قال لك هو للبيشنت اللي هو السباين، لو المريض ينام على ظهره، وفي بعض الحالات ممكن المريض يكون نقدر يتعالج بالبرون بوزيشن لو احنا عندنا الورم بتاعنا في الايه في الفيرتيبرا، لكن دون ذلك ممكن في اي وضع بقى المريض ينام ايه على. قال لك بالنسبه للتارجت فوليوم ديفينيشن عشان نعرف مكان الورم بتاعنا، بصراحه انا كنت يعني ساعات بخش مع دكتور العياده وهو بيشخص اصول حالات البون ميتس يعني، فساعات المريض بيكون بيشتكي في الم في مكان وتلاقي اصلا السورس بتاع الالم ده في مكان تاني يعني. فكان مثلا حالات مثلا زي حالات الفرتيبرا مثلا البون ميتس في الفرتيبرا بتاعته، فكان الدكتور بيعمل اكزامينيشن كده يعني، يعمل بقبضة ايديه كده ويخبط، بيكون مثلا عنده مالتيبل بون ميتس مثلا، فيجي يعمل اللكمة بتاعت ايديه كده ويجي يضرب جامد في المكان ده. ساعات يضرب في المكان ده المريض ما يكونش فيه شعور بالألم يعني، ما يتوجعش يعني، فخلاص هو في بون ميتس في المنطقة دي بس هي مش مسببة ألم ليه يعني. فابتدي واحدة واحدة كده لغاية ما يوصل مثلا يخبط في منطقة يروح المريض يشعر بالألم يعني على مثلا، فيعرف إن المنطقة دي هي إيه اللي فيها المشكلة. وزي هنا بقول لك يعني، هنا على سبيل المثال لك مهم جدا كيرفول إنك أنت تعرف مصدر الورم بالظبط علشان تقدر تعالج المنطقة بطريقة صح. يعني قال لك على سبيل المثال لو أنت عندك ني بين، فمش معناها إنك أنت هتعالج الني، لكن بيكون مصدر الألم في الني ده بيكون مصدر يا إما بيكون الهيب أو الفيمر أو السباين، كذلك الريب بين بيكون مصدرها الفرتيبرا ايباتي. قال لك تيك كير يعني، اخذ في الاعتبار تعمل بالانس بتوين الاعراض اللي عندك وانك انت تعمل سبيرنج للنورمال تيشو عشان نقلل السايد افكت. وده زي ما قلت المثال بتاع السمول باول، لو احنا بنعالج البلفك تريتمنت ساعات المريض يكون البلفس كله بيتعالج اي بي بي اي، وغصب عنك السمول باول ممكن تدخل يعني في البلان بتاعك يعني، فتلاقي المريض زي ما بقول لك يجيله دايريه، يجيله اسهال، والاسهال مش بيستجيب للدواء، فيضطر الدكتور يديله اجازه مثلا يومين ثلاثه لغايه ما يهدى يعني. فانت شغال كفيزي ممكن تعمل بلان كويس، بس على قد ما تقدر تقفل بالام ال سي بتاعك على منطقه السمول باول. ممكن تكلم الدكتور، يمكن تقول له طبيعه الرسم في السمول باول يعني، في بعض الاجزاء الدكتور ساعات بيكون راسم الهول باك كلها فحجمها كبير، فممكن تقول له لا طب حاول تقلل الكلام ده كله. فدي بعض الامثله يعني، احنا نعمل بالانس بتوين البنفس بتاعت الراديو ثيرابي عشان نقلل الألم اللي عند المريض، وفي نفس الوقت ما نسببلوش مشاكل تانية في مكان تاني. قالك في هوير بوسبل في بعض الحالات احنا بنضطر ترسم الوول ستراكشر شود بي تريتد زي الوول فيرتيبرا فعل، فبالتالي انت مش هتقدر يعني هو بيقول هنا يعني قال لك انت الهول ستراكشر شود بي تريت، زي قال لك ايه الهول فيرتيبرا الفيرتيبرا كلها على بعض، فانت ما بتيجي ترسم ما بترسمش الفيرتيبرا لوحدها، فبيقول لك هنا يوجوال بيقول لك انك ترسم 1 اور 2 فيرتيبرا اباف اند بيلو لسات انفولفمنت. قال لك يعني لما تيجي ترسم الفيرتيبرا الدكتور ما بترسمش الفيرتيبرا لوحدها، واحده فوقيها واحده تحتيها او اتنين فوق او اتنين تحت، لو انت زي ما قلنا لو معناش ام ار اي بيست ممكن بقى ايه عشان الميكروسكوب اللي احنا ايه مش شايفينها. قال لك البيشنت ويز المالتيبل بين بون ميتاستس
وايد فيلد هاف بادي فوليوم كان بي تريت، لو احنا عندنا مالتيبل بينفول بون ميتاستيس والفيلد سايز بتاعنا هيكون كبير. فقال لك افضل حاجه نعمل وايد فيلد هاف بادي فوليوم كان بي ايه بي تريت. قال لك مهم جدا ما تيجي تعمل بلانج التارجت فوليوم بتاعك انك انت تسيب مارجن علشان تضمن ان 90 و95% من الايزودوز بتاعتك مغطيه البي تي في ايه بتاعك. لو اتكلمنا على الدوز بير فراكشن بالنسبه للبون ميتس، نفس الدوز فراكشن اللي استخدمناها قبل كده، يمكن تدي سنجل فراكشن لو احنا عندنا الحاله البور دياجنوز يعني التشخيص بتاعها ضعيف او البرفورمانس بتاع المريض بور، ممكن ندي سنجل شوت في 8 جراي، وممكن ندي على اسبوعين او اسبوع 20 جراي على 5 جلسات او 30 جراي على 10 جلسات. وبالنسبه للهاف بادي ريدوثيرابي ممكن ندي 8 جراي لللور سنجل فراكشن والاور نديله 6 جراي. بالنسبه للدوس كالكوليشن بتاعتنا نفس الفكره، لو المريض مثلا عنده الورم بتاعه مثلا موجود في الفرتبرا او السباين ممكن نديله سنجل دايركت فيلد فوتون بيم سواء 6، وساعات ممكن نضطر نستخدم ال10 عشان الستة مش مغطية كويس، وممكن خوف وبعض الحالات ممكن نستخدم اوبوزنج انتيرو بوستيرور بيم زي حالة البيرفيس زي ما قلنا قبل كده عشان تظبط الدوزوميشينيتي وتقلل الهوت سبوت بتاعتك وتقدر تعمل كوفر كويس للبي تي في بتاعك، فبالتالي محتاج تستخدم انتيرو بوستيرور بيم. بعض الحالات زي الريبس مثلا قالك ممكن تستخدم دايركت الكترون بيم عشان تعالجها، وبعض الحالات اللي بيعمل لها ريتريتمنت مصوب ريتريتمنت ان المريض مثلا جاله ريكارنس او بون ميتس في مكان جنب مكان خد قبل كده، فبالتالي الدايركت بيم او الاي بي وبي اي مش هيديك دوز هوموجينيتي كويسة. بس الهدف من الاساس برضو انك انت تعمل كومبلكس تكنيك بقى سواء بقى بوكس تكنيك او 2 لاترال واحد انتيرو او بوستيرور، ان احنا نقلل الدوز الوصل الاورجن ات ريسك لانها اوريدي واخدة قبل كده من قبل ما ترجع علينا تاني، فاحنا عايزين نقلل الدوز ليميت الوصل الاورجن ات ريسك ايه بتاعنا. هنيجي لحالة من الحالات اللي بنستخدم فيها الباليتيف او الامرجنت راديو ثيرابي اللي هو الهيموراج اللي هو عبارة اللي هو البليدنج. قال لك البليدنج او النزيف اللي بينتج من بعض الادفانس تيومر زي البريست والبلادر والبرونكس والاسوفيكاس ار بيكون افكتيفلي بالييتد باي الاي راديو ثيرابي. المريض عنده نزيف فلازم ياخد راديو ثيرابي. النزيف ده ناتج من برايمري كانسر زي البريست او البلادر او برونكس او الاسوفيكاس وبعض الاورام الخاصه بالنسائيه بيكون فيها بليدنج برضو، فانت محتاج انك توقف البليدنج ده كباليتيف ريديوثيرابي. قال لك اسهل تكنيك او سيمبل تكنيك اللي يمكن نستخدمه عشان نقلل البليدنج ده الاوبزنج انتيرو بوستيرور بيمز فور تريتمنت لو احنا هنعالج برونكس وبلادر، وهنستخدم تنجات سمول تنجات لو هنعالج بريست تيومر. ساعات بيكون البريست تيومر كده بيحصل له تقيح او في بليدنج مثلا نتيجة خطأ اثناء العلاج الاولاني مثلا او حصل اي سايد افكت او الكلام ده كله، فبالتالي محتاج تدي كده زي ما كأنك بتدي البيت تيومر بتاعك في البريست، يعني لو انت عندك بوست مثلا فنفس الفكرة المكان اللي هو بيكون في البريست ده بتدي له كده سمول تانجيت كده معاك. يعني قالك الفيلد سايز بتاعنا بيكون chosen clinically as smallest، بتختار smallest علشان يكون نقلل يكون effective ان هو يوقف البليدنج بتاعنا ويكون السايد افكت بتاعه يكون ايه قليل. تمام. قال لك الدوز بير فراكشن بتاعنا نفس الدوز بير فراكشن احنا استخدمناها في الحالات اللي قبل كده اللي هو السنجل شوت 8 والعشرين على 5 يعني اسبوع واحد و30 على 5 اسبوعين. وبقول لك هنا 6 جراي 1 ويكلي كان بي يوزد فور بيشنت وير ذا هاير دوز ار نيدد. تمام. يعني ممكن تستخدم جلسة 6 جراي في الأسبوع، يعني لو أنت ممكن يعني دوز تانية. يعني نيجي بقى لأشهر حاجة البلد هو البرين ريديوسيرابي.
اللي هو علاج البرين اللي هو البرين كله. وغالبا يعني دلوقتي عاد يعني في اتجاه دلوقتي ان هو المريض يعني لو سنه صغير والبرفورمانس بتاعته كويسة والفحوصات بتاعته الدكتور شايف احنا ليه ندي الهول برين كله، فندي الليجن بس صغير ده، ساعات بيكون في ليجن او اتنين او تلاتة يعني مفيش ميتس كتيرة. فدلوقتي الغالب عاد بيدوا اس ار اس يعني يدوا يعني هو افكتيف عن الهول برين في علاج البلاتيف هول برين يعني بالريديو ثيرابي. بس برضو شيء بشيء قلنا نذكره يعني يمكن المركز بتاعك ما فيهوش الاس ار اس يعني فيمكن الهول برين بيكون مفيد. قال لك الانديكيشن فور راديو ثيرابي للباليتيف هول برين راديو ثيرابي، قال لك ان البرين ميتس ار ذا موست كومن الانتركرينيال تيومر للادلت. بيقول لك يعني اكاونتنج فور سيجنيفيكانتلي مور ذان وان هاف اوف برين تيومر، بيكون تقريبا نص حالات البرين تيومر نتيجه ناتجه من البرين ميتس. قال لك ذا موست كوم برايمري تيومر اللي هي اشهر حالات البرايمري تيومر المسؤول عن البرين ميتس، قال لك هي اللانج والبريست والميلينوما والرينال والكولون اي كانسر. قال لك الباليتيف هول برين راديو ثيرابي بيتاخد قرار المريض يتعالج براديو ثيرابي للحالات الانتراكرانيال اي ميتس. قال لك الميديان سيرفايفال افتر يعني المريض اللي بياخد راديو ثيرابي للهول برين بتاعه بيكون بتاعه الميديان سيرفايفال بتاعه من 3 ل 6 شهور، بيعتمد على نمبر اوف ليجند عدد الليجند الميتس الموجوده ليجند ميتس الموجوده في البرين والتيومر تايب ونوع التيومر تايب والبرفورمانس بتاعته. تمام يعني هو يعني المريض بتعالج هول برين قال لك ممكن يعيش بعد الهربين من 3 ل 6 شهور، وده ديبند اون الانتشار بتاعه عدد الليجن بتاعته الموجودة والتايب بتاع البرايمري كانسر بتاعه والبرفورمانس المريض الادراك بتاعه بيقدر يتكلم بيقدر يتحرك. تمام the treatment option for brain mets must be a site بيتم التشخيص بتاعه من خلال لايت اوف اكستنت اوف برايمري تيومر، بيكون من خلال نعرف البرايمري تيومر بتاعه والاذر والجنرال كونديشن للبيشنت. طبعا الرنين بيكون اهم انديكيشن للريديو سيرب لو احنا هنعمل برين ايه هول برين بيكون افضل طبعا من ايه السي تي. لو جينا على الداتا اكوزيشن او سي تي سيميليتور المريض بينام على ظهره بنستخدم ماسك هيد ثيرموبلاستيك ماسك هيد عشان نثبت المريض 3 مللي 3 مللي هو السك بتاع السك بتاعنا بتاع السي تي سلايدز بتاعتنا. تمام طبعا مفيش كونتراست بنستخدمه اثناء الايه السي تي سيميليشن بتاعنا. لو جينا اتكلمنا على التارجت فوليوم ديفينيشن، التارجت فوليوم بتاعنا بيكون عبارة عن الهول برين كلينيكال تارجت فوليوم سي تي في وذ ذا ديفايند از الهول برين بتاعنا والبلانك تارجت فوليوم بي تي في بتاعنا بيكون بتعمل له اكسبانت 5 مللي ايزوتروبيكلي يعني في جميع الاتجاهات بتاعنا. الاورجان ات ريسك الموجود عندنا هي البايلاترال اوبتيك نيرف الاي بول واللينس بتاعتنا. طبعا هو اهمهم اللينس لان اللينس بتاعتنا الدوز بتاعتها من الدوز ليميت بتاعتها 7 جراي وانت بتدي المريض مثلا 30 جراي، فمهم جدا انك انت تحافظ على اللينس بتاعت ايه المريض. لو جينا اتكلمنا على الدوز بير فراكشن، نفس الدوز بير فراكشن اللي احنا استخدمناه في الحالات اللي قبل كده نستخدم هنا، يا اما ندي المريض على جلسة 21 جرية على 25 فراكشن على 5 فراكشن او 30 جرية على 10 فراكشن في الاسبوعين، او ممكن ندي 12 جرية على جلستين اليومين ايه متتاليين. يعني الدوز كالكوليشن بتاعتنا هو سيمبل تكنيك ماشي ايزوسنتريك تكنيك والسيمبل اوبزنج لاترال بيم ارانجمنت، يعني احنا بنشتغل ايزوسنتر بتاعنا تكنيك وعندنا لاترال رايت وليفت لاترال بتاعنا يوزد فور هول برين اراديشن ويز ويدجت تو امبروف دوز هوموجين ديستريبيوشن اوف نيسيسري. تمام هو احنا ممكن المريض نعالجه طبعا هو بيتعالج ايه تو لاترال رايت وليفت، في
في بعض الناس بيدي زاوية كيلومتر، وفي ناس بيخليها صفر زيرو كيلومتر. يعني هو بيقول لك انا عندي ام ال سي، هو حاجة البليف في الكيلومتر هنا عشان يقفل بالجي بتاعه على اللينس، يقلل بقى ان هو يحصل، لانك انت لو شغال بالام ال سي في الصفر كيلومتر يمكن يحصل ترانسميشن يعني، فيمكن يوصل دوز لللينس بتاعتك يعني. هو يقول لك لا انا يمكن ادي زاوية كيلومتر واقفل بالجو بتاعتي على اللينس بتاعتي فعلا. ففي ناس بيفضلوا ان هو يدي زاوية كيلومتر مع الهول برين، ولكن الغالبية بيستخدم الزيرو كيلومتر بتاعنا. تمام، وده افضل ده افضل يعني، اسهل للفني على الجهاز والمريض يعني، بدل ما يدانه يلف زاوية كيلومتر مع كل فلت، فافضل ان هو يبقى صفر يمين وشمال. تمام، لكن يمكن تستخدم الويتش علشان تظبط الدوز هوموجينيتي والهوت سبوت. والله انا شايف ان تستخدم فيلد ان فيلد، لو عندك اوبشن فيلد ان فيلد بيكون افضل جدا يعني، انك انت تستخدمه اسهل يعني، تقدر تظبط الهوت سبوت بتاعتك. قال لك الفيلد بوردر بتاعتك ديفايند، وطبعا الشيبنج الام ال سي شيلدنج، احنا بناخد الشيب، نفتح الام ال سي بتاعنا علشان ناخد الشيب بتاعنا. قال لك يعني الام ال سي بيكون مهم علشان ايه، نقفل على اللوجن ات ريسك وايه ونعمل فولو يعني، بنسيب حوالي 1 سم كده مثلا من البي تي في بتاعنا لبتاع عشان الفولو اب يعني. تمام، قال لك care should be taken to ensure that the temporal lobes and the anterior cranial fossa at the from plate are properly treated. يعني هو بيقول لك يعني تأكد ان جميع هنقول الكومبوننت مثلا او الاعضاء الموجوده جوه البرين بيكون ايه موجوده في التريتمنت. طبعا في بعض الحالات، طبعا في بعض الدكاتره يقول لك افتح لغايه السي 2 تحت، واحد يقول لك لا كفايه لغايه السي 1. هو بيكون في انديكيتور كده او انديكيشن انك تفتح وتقفل يعني، بس مهم جدا فعلا انك انت يعني ما تفتح. في ناس بشوفها يعني بتفتح الامليس بتاعها لغايه الاخر يعني، فبالتالي بعد شويه المريض شعره بيقع، لان بيحصل هنا سكاتر مع الاير والكلام ده كله. فانا يعني يفضل انك انت مثلا من 1 سم تقريبا كده بعد جلد المريض، بعد الاسكان هنا كده تفتح عليه يعني، بس يعني ما بلاش تفتح قوي يعني، علشان ايه ما يكونش في سايد افكت على السكن بتاع المريض او شعر المريض يعني. طبعا دي كلها عندنا، دي السورس بتاعتنا او الريفرنس بتاعتنا اللي استخدمناها في المحاضرة بتاعتنا. لو عايزين تطلعوا عليها تاخدوا بعض المعلومات يعني. انا سعيد ان انا شرحت محاضرة بالشكل ده يعني، واعذروني لو في أي معلومة ناقصة أو معلومة اتكتبت سهوا بطريقة خطأ. أي حد عنده استفسار أو عنده تعديل أو شايف إن في حاجة يمكن تتقال بطريقة معينة، يكتب لي على البيتش بتاعتي أو يبعت رسالة على الواتساب، وإن شاء الله نعدلها. شكرا لحضراتكم ولوقتكم.